تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل ندري في الشاشة السوداء؟ نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بالبحث عن تطبيق اندريف. سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بضغط على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغط على الموافقة، بعدها سوف نقوم بضغط على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بضغط على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق اندريف. سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم اندريف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ان شاء الله.